ممكن بس اتعرف بحضرتك؟ ايمن الحبشي من مصنع كنز الصحراء للمجوهرات. اهلا وسهلا، ممكن تديني نبذه مختصره عن شركتكم؟ احنا الله يسلمك شركه مقره في السعوديه، تحديدا في الرياض. نصنع اطقم مجوهرات والذهب وصياغه الحلي والذهب في الرياض، وتوزع جمله في جميع دول السعوديه ودول الخليج، اللي هي عن طريق الامارات العربيه المتحده او الكويت او عمان او قطر او عده دول اخرى. اول مره تشاركوا في المعرض؟ الحقيقه تقريبا هذه المشاركه في معرض دبي المشاركه السابعه او الثامنه، والمناطق الاخرى اللي زي الشارقه والعين والكويت وتقريبا العاشره او الثانيه عشر مشاركه. يعني دائما متواجدين في معارض الامارات؟ ليكم منافذ بيع هنا؟ منافذ البيع من خلال المعرض ومن خلال التجار اللي بيشوفوا البضائع، ممكن ياخذوا مني البضائع ويوزعوها لي كموزعين. كنت بس حابة أسألك إيه نوع الدعاية اللي أنت بتستخدمها؟ مجلات ولا سوشيال ميديا؟ والله إحنا بالنسبة للدعايات ممكن نستخدم المجلات أو عن طريق الإذاعات أو البرنامج أو الإعلان عن طريق المعارض باللوحات الإرشادية. لكن سوشيال ميديا بتستخدم الانستغرام والفيسبوك وتويتر؟ نعم طبعا لابد من الموضوع، نستخدم الانستغرام ولكن بشكل مبسط، بحيث اني لا ما استطيع ان اعرض جميع موديلاتي، لان انا اختص في الموديلات العربيه اللي ما اقدر انزل الموديل، ممكن اي شخص ياخذ من موديلاتي، فانا احتفظ الاشياء هذه لنفسي. عامه بتوفيق وفرصه سعيده، شكرا لك. شكرا لك.